يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول إن توحيد الحاكمية من أخص خصوصيات توحيد الألوهية، هل كلامه صحيح؟ هذا عنده هو، أما عند أهل السنة والجماعة أخص الخصوصية إفراد الله بالعبادة، عدم الشرك بالله عز وجل، والحاكمية نوع من أنواع توحيد الألوهية، ليست هي الأخص. الأخص إفراد الله بالعبادة. نعم.